إن القصائد تستحي يا زينب، إن القصائد تستحي يا زينب إذ تمتطي سرج المديح وتركب أحرى بها أحرى بها هذا الحياء يلفها نور الشموس أمام نورك يغرب ولد العفاف ولد العفاف وكل ذكر طيب لما ولدتِ وأزهرت بك يثرب تلك التي من خدرها نهل العلا شمس الشموس أمام نورك يغرب فالصبر فيها قد تجدد روحه والبدل في ينبوعها يتقلب من مثلها من مثلها إلا التي هي أمها هي بنت فاطمة فمن يستغرب إن السحاب أمام زينب ينحني ان السحاب امام زينب ينحني والنجم حاشا من علاها يقرب حوراء سيدتي حوراء سيدتي بحقك بالاولى ادعي بتفريج لكرب يكرب بك اسال المولى لاخواني ولي عفوا يغشينا وخيرا يكسب عفوا يغشينا وخيرا يكسب واما الان وأما الان ننتقل الى المحطه التاليه من حفلنا البهيج ومع كلمه لسماحه السيد مجيد المشعل فليتفضل مصحوبا بالصلاه على محمد وال محمد السلام عليكم أيها الحفل الكريم الآباء الأجلاء إخواني المؤمنين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الصادق الامين وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا في رحاب مولد عقيله الطالبيين زينب الكبرى هذه المراه العظيمه التي ملات الدنيا عطاء نبارك هذه الذكرى ونرفع التهاني والتبريكات الى مولانا الامام الحجه عجل الله تعالى فرجه الشريف ولمراجعنا وفقهائنا وللامه الاسلاميه وللمؤمنين الكرام جميعا ولكم ايها المؤمنون وندعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه المواليد محطات للعطاء ومحطات للتاسي والاقتداء والاستفاده من اصحاب هذه الذكريات المراه في الاسلام زينب نموذجا المراه قبل الاسلام كانت بمثابه المتاع في المنزل يورث كما تورث الاواني وكما تورث الفرش وغيرها لم يكن لها قيمه كانت مضطهده كانت فاقده لانسانيتها لقيمتها جاء الاسلام ورفع من شأن المرأة وأعطى لها من الحقوق ما أعطى للرجال وكرمها كما كرم الرجال وأوجب عليها واجبات كما أوجب على الرجال فهي في الإسلام مثل الرجل لا فرق بينهما سوى في بعض الوظائف والا فبالانسانيه وفي المقام عند الله سبحانه وتعالى فهما سيان وسواء لا فرق بينهما قال تعالى ولقد كرمنا بني ادم بني ادم من الرجال والنساء ولم يكن هذا التكريم خاصا بالرجال وانما هو تكريم لبني ادم لبني الانسان من الرجال والنساء على حد سواء وقال سبحانه وتعالى او بعباره اخرى كل ما ورد في القران تحت عنوان المؤمنين او تحت عنوان الذين امنوا فهو شامل للرجال والنساء على حد سواء سواء كان خطابات تكريم او خطابات ايجاب احكام شرعيه او نحو ذلك من الامور فكل ما ورد تحت هذا العنوان هو شامل للرجال والنساء والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من الرجال او النساء لا فرق في ذلك وهناك ايات شريفه تنصص على هذا العموم وهذا الشمول قال تعالى يا ايها الذين يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير واضحة الايه في ان في انه لا كرامه ولا افضليه لاحد على الاخر من الرجال او النساء الا بالتقوى فربما كانت امراه متقيه افضل من عشرات بل الاف من الرجال وربما كان رجل متقن افضل من عشرات والاف من النساء فالمقياس ليس بالذكور او الانثى وانما بالتقوى فمن العجب بعد قراءه هذه الايات الشريفه ان يدعي البعض بان الاسلام ذكوري وانه نعم يميز الرجال على النساء ويفضل الرجال على النساء ويختص الرجال على النساء كلا فهو من حيث المبدا ومن حيث الواجبات والحقوق يتعامل مع الرجال والنساء على حد سواء وقال تعالى فاستجاب لهم ربهم: اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض. وقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ آيات واضحات في التعاطي مع الرِّجَالِ وَالنِّسَاء على حدٍّ سَوَاء ومن يعمل, وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا فاذا الاسلام كرم المراه وجعلها مع الرجل على حد سواء في مضمار الكمال والعروج الى الله سبحانه وتعالى في مدارج الكمال وأوجب عليهما واجبات وجعل لهما حقوق ووظائف ولا يوجد فرق بين المرأة والرجل إلا بلحاظ بعض الوظائف التي تناسب هذا الطرف أو ذاك وهذا في الحقيقه ليس تمييزا وانما استجابه لمقتضيات الطبيعه فهناك طبيعه لها خصائصها ولها نعم شؤونها فجعلت لها بعض الامور وجعلت لها بعض الشرائط والقيود فالمراه لانها موجود لطيف وجميل لذلك الاسلام حفاظا عليها وليس تمييزا ضدها وانما حفاظا عليها فرض عليها الستر والحجاب لكي لا نعم تتعرض للاساءه والاذيه والضرر انت كل شيء عندما يكون رقيقا ثمينا تحافظ عليه في مكان خاص او هل تضع ذهبك عند مدخلك الى منزلك كما تضع نعالك كرمكم الله النعال تضعه خارجا وإذا فسخت لباسك تضعه في في أي مكان لكن ذهبك تضعه في موضع محصن حفاظا عليه لأنه أمر ثمين وشيء ثمين فهل هذا تمييز ضد الذهب أم هو تقدير له واعتزاز بقيمته فعندما فرض الله سبحانه وتعالى على المراه الستره والحجاب ما ذلك الا حفاظا عليها وحفاظا على حرمتها وتقديرا لقيمتها لكي لا تبتذل ولكي لا تكون عرضه للاساءه وللاذيه كما تقول الايه الشريفه لكي لا يعرفنا فيؤذين كذا في إحدى الآيات الشريفة فإذا المناط هو أن لا تتعرض للإساءة وأن لا تتعرض للأذية حفاظا عليها وهكذا فالإسلام عندما تعامل مع المرأة تعامل معها بدقة وبحرص وب نعم احتياط كبير لكي لا تقع نعم فريسه لاصحاب القلوب المريضه والاعين الشاطه المنحرفه وهذا ما نراه فعلا في ازماننا عندما ابيح للمراه واترك للمراه ان تتحرك بعيدا عن الحجاب والستر والعفه وجدنا كيف ان المراه اصبحت اليوم سلعه رخيصه يعبث بها ويلعب بها ويخيل اليها بانها حصلت على حقوقها والحال انه قد أسيء إلى شخصيتها وهتكت حرمتها وفقدت هويتها هتكوح حرمتها وشأنها و ادعوا أنهم يدافعون عن حقوقها فالإسلام إذن أيها الأحبة وفي سياق الحفاظ على المرأة فرض عليها واجبات وجعل لها حقوق ولم يكتفي بمسألة بمسألة التنظير وبيان الأحكام بل جعل للأمة نماذج من النساء يقتدين بها فزينب سلام الله عليها هذه هذه المرأة العظيمه مثلت نموذجا يمكن لجميع النساء ان تحتدي بها وانما نذكر زينب سلام الله عليها في هذا السياق مع ان امها اعظم منها وذلك لان فاطمه الزهراء سلام الله عليها ربما يقال لأنها معصومة لا نستطيع أن نصل وأن نعم نصل إلى مقامها وإن كان هذا هذا الكلام غير صحيح لأنها وإن كانت معصومة إلا أنها تبقى قدوة لجميع النساء وعلى النساء أن يحتدين بها نعم ويسعين إلى أن يتمثلن بسلوكها وأخلاقها الا انه عندما نضرب مثالا بزينب سلام الله عليها فهي امراه كباقي النساء الا انها ومن خلال استقامتها والتزامها بخط الاسلام وصلت الى مستويات رفيعه وراقيه من المقامات وكما يقال حصلت على مرتبة العصمة الاكتسابية فهي على المستوى العبادي كانت معروفة بعبادتها وتنسكها وعلى مستوى الستر والحجاب فهي مضرب للمثل بحجابها وسترها حتى ما كان احد ليرى ظلها فضلا عن ان يرى شكلها ووجهها وبقيت متمسكه بحجابها وسترها وعفتها وحجابها حتى في اصعب الظروف كما كانت في واقعه كربلاء كانت تجر ذيولها محافظة على حجابها وتؤدي أدوارها كذلك في مقام وفي قضية الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت سلام الله عليها مثالا للنساء المجاهدات فكان لها الدور الكبير والعظيم في نصره الدين ونصره الاسلام والدفاع عن الاسلام وقول كلمه الحق والدفاع عنها امام الطغاه المتجبرين فلم تكن زينب باقل من الرجال الذين ضحوا في كربلاء فقد قاموا بدورهم بحمل السلاح والقتال دفاعا عن الدين وقامت زينب بدورها ال الذي لا نظير له من خلال وقفاتها ومن خلال مواقفها دفاعا عن الدين ومن خلال صبرها وصمودها وتحملها ورعايتها فكل في موقعه قام بدوره الاتم. من هنا نوجه خطابنا لاخواتنا المؤمنات بان يتخذن من زينب سلام الله عليها نموذجا لهن في حياتهن من خلال الحفاظ على الحجاب والعفة ومن خلال أداء أدوارهن في إطار الإسلام وفي إطار الالتزام بضوابط الدين وأن لا يصغين إلى الإشاعات والأقاويل المضللة التي تنتشر هنا وهناك وبأطر وعناوين براقه تحت عنوان الدفاع عن حقوق المرأه تحت عنوان تحرير المرأه من استبداد الرجل فيدخلن ويسعين من ويسعون من خلال هذه الشعارات ان يغرين النساء وان ينحرفن بهن عن طريق الاسلام فالإسلام هو الطريق الوحيد الذي يؤمن للرجال والنساء معا طريق الخير والصلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، والانحراف عن الإسلام يمثل في الحقيقة انحرافا عن الفطرة وعن الخط القويم ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا في الدنيا قبل الاخره ثم يحشر يوم القيامه اعمى فينبغي على المراه ان لا نعم تغتر بهذه الشعارات وأن تبقين متمسك متمسكات بالدين وبالقيم الإسلامية فإن في الإسلام الخير والصلاح والسعادة للمرأة والرجل المرأة موجود لطيف وخطير في نفس الوقت لأن هذا الوجود الحساس له دور خطير في واقع الأمة في تربية الأبناء من الرجال والنساء ما من رجل ولا امرأة إلا وتربينه وإلا وتربوا في أحضان امرأة فهي التي نعم تربي الطفل وتعطيه المبادئ الاولى من الطهاره والزكاوى او الانحراف والعياذ بالله فمن خلال المراه وتربيتها والحفاظ عليها نربي المجتمعات والامم وهذا ما ادركه الاعداء والاستكبار العالمي فلذلك استهدف المراه ووجه سهامه لها من اجل نعم اسقاطها ومن اجل حرفها عن الخط القويم ومن خلال ذلك يحرف المجتمع ويحطم المجتمعات فعلى المراه ان تلتفت وان لا تغتر بتلك الشعارات وان تتخذنا من زينب ومن الاسلام طريقا لها ونهجا لها ندعو الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع بما فيه الخير والصلاح وان يلتزم الجميع بخط الاسلام القويم فانه النجاه في الدنيا والاخره وغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين